السلام عليكم. كتير قوي بعتوا لنا بيقولوا لنا انتوا كان عليكم علاقه مع نائب الجن والعفاريت، او ان الحلقه اللي انتوا نزلتوها وقلتوا فيها ان انتوا كنتوا تعرفوا عضو مجلس الشعب السابق اللي هو شغال في نائب الجن والعفاريت، ايه الحلقه اللي انتوا شغلتوها معاه؟ والله انا دورت على الحلقه بس هلاقيها ان شاء الله. الحلقه دي لقيت ناس بيتصلوا بيا في يوم من الايام، فلان الفلاني اهلا وسهلا، اهلا وسهلا المخرج كذا، اهلا وسهلا. المهم قالوا لي احنا من قريه اسمها قريه البراجيل تابع لمركز اسمه مركز ملوي خير، قالوا لنا احنا محتاجين ان انتوا تقفوا معانا شويه في موضوع ما. قلت لهم احنا البرنامج بتاعنا جنائي، عيون الشعب جنائي، يعني لو عندكم قضيه لو حاجه زي كده مننا الاثنين. قالوا لي لا، احنا عندنا البيوت بتاعتنا كلها بتتحرق. يعني ايه؟ قالوا لنا بتتحرق. بتتحرق يعني ايه؟ قالوا يعني كل ما نشغل فيها قران او كل ما يحصل فيها حاجه البيوت كلها بتولع. الموضوع استفزني بصراحه، قلت لهم انا هاجي اصور وهاجي اصور. اتصلت بالتلفزيون في وقتها، رئيس القناه في الوقت ده جاب لي عربيه على طول، طلعت، لا ما جابليش عربيه، جاب لي كاميرا على طول حجزتها او اجرتها يعني جبتها، كانت تبع التلفزيون، طلعت بيها ورحت البراجيل، اجرنا عربيه خاصه، اتصلت بالاستاذ حنفي تعالى يلا عندنا اوردر. المهم طلعنا بعربيه خاصه على حسابنا والكاميرا بتاع التلفزيون، ورحنا اتصلنا بعلاء حسنين في الوقت ده اللي هو كان في وقتها عضو مجلس الشعب، كان تابع للحزب الوطني، وجه وقتها اتنين او تلاتة تانيين اعضاء مجلس الشعب كانوا عندهم حاجة مع جمال مبارك اعتقد كانت في اسيوط، وبعد كده جم كلهم على قرية البراجيل لما عرفوا ان التلفزيون هيصور، وده كان بيعتبر شو حلو قوي بالنسبة لهم. المهم جه علاء حسنين وجه اعضاء مجلس الشعب التانيين، كان ما علينا مش هتفرق كتير من اساميهم، يعني مش هتفرق كتير، ولكن جه وابتدى ان هو يروح قريه البراجيل. رحنا صورنا في القريه، اتفرجت عليها كلها، قريه سجلت فيها كل حاجه، شفت العفش اللي هو مرمي في الميه اللي هو كان محروق، الناس كلها كانوا بيقولوا وبيأكدوا ان البلد دي كلها الحته دي المنطقه دي كلها كانت فيها جن وعفاريت، لان هي كانت فيها حرائق وحاجات زي كده. من الكواليس المهمه جدا واحنا بنسجل مع علاء حسنين اللي هو عضو مجلس الشعب ده في وقتها اللي هو بيلقب بنائب الجن والعفاريت. اول ما حطينا الكشاف، الكشافات لما بنيجي نطلع بيها بنطلع بكاميرا، الكاميرا دي فيها سان جان او فيها كشاف، الكشاف ده علشان يصور يدي نور او اضاءه للمكان حوالينا. المهم واحنا بنصور، اول ما حطينا الفيشه كان معايا مصور كنت بحبه قوي، تمام، المهم المصور ده اول ما حطوا الفيشه في الكهرباء، الكهرباء ولعت، ضربت الكشاف، ضرب. دي كانت اول تركايه، ما ننكرش عليكم خوفنا قلقنا بس كنا بنضحك. وقتها هو قال انتوا بتخافوا ليه، ولا بتخافوا ولا بتضحكوا ولا بتعملوا، معلش دول هما بيلعبوا معاكم، خليكم ورايا علشان ما فيش حاجه تحصل. ده نائب الجن والعفاريت اللي كان بيقول لنا كده. على فكره حتى لو لقيت الحلقه دي هنزلها لكم ان شاء الله، هتشوفوا ان الحلقه كلها كانت في الضلمه، لان احنا كناش هنرفع ننفع نيجي نروح تاني التلفزيون نجيب كشاف كاميرا وبعد كده نشتغل، كان الوقت هيضيع مننا والنور كان هيضيع مننا وما كناش هنعرف نجيب الناس دي تاني. المهم سجلنا في الضلمه جوه البيت، واحنا بنسجل كان في شكل معين في النار، يعني الحيطان نفسها كانت محروقه وكان في شكل معين كده عامل زي يعني شكل سداسي، وكل شكل سداسي طالع منه زي القرنين كده. قال لنا ده رمز للحاجات اللي هي العفاريت والجن والحاجات دي كلها. في وقتها هو اللي قال كده، احنا ما نعرفش حاجه زي كده. رحنا كل الاوض، الاوض كلها كانت يعني كلها على بعضها. قال في وقتها ان هنا كان في كذا وهنا كان في كذا وهنا كان في كذا، والناس كلها اكدت الكلام ده كله اللي هي ربه الاسره دي، وهم على فكره اتصلوا بينا وقالوا لنا يا ريت تجيبوا فلان الفلاني ده علشان هو اللي يشتغل او هو اللي شغال في الحاجات اللي زي كده. البلد نفسها كانت كئيبه، ما اكذبش عليكم، بلد كانت الناس كلها كانت طيبه اللي فيها، وبلد انا حبيتها كاتموسفير، يعني ك الاجواء المحيطه اللي هي بتاعت القريه المصريه البسيطه الجميله حبتها، ولكن كان فيها حاجه غريبه شويه، كان في حاجه غامضه شويه وكانت حاجه مريبه. المهم سجلنا في البيت، دخلنا البيت صورنا فيه كل حاجه، حتى المصحف كانت فيه بعض الحرقات فيه، ولكن الحمد لله ما نسهوش حاجات كتير من النار. في وقتها قلنا الدفاع المدني واتصلنا بالدفاع المدني، ما كانش فيه حريق عمد عن طريق حد تاني، ما كانش فيه حاجه زي كده. فالوقت ده كله رجح ان هو ممكن تكون حاجه من الجن والعفريت، طبعا انا ما برجحش حاجه زي كده والله اعلم، وربنا عنده العلم في حاجه زي كده،
ولكن يقال ان هو الحاجه دي موجوده. هل بقى موجوده، هل مش موجوده، هل صح هل غلط، احنا عرضنا والعلم عند الله. واحنا في نصور في الحلقه عملنا مقابله ما بين صاحب البيت وما بين نائب الجن والعفاريت، قعد يساله شويه حاجات، واحنا قبلها واحنا جوه البيت مسك كوبايه ميه قعد يقرا عليها شويه حاجات، وبعد كده قال انا مش عايز حد، بس طبعا علشان انا كنت مخرج البرنامج او مخرج البرنامج والمذيع طبعا لازم ابقى معاه ومصور، فبالطبع لازم نبقى معاه. المهم في وقت معين قال لنا مش عايز حد خالص، انا هقرا الميه، هقرا على الميه حاجات معينه، وبعد كده انتوا تعالوا معايا وانا عند الميه لان انتوا هتصوروا، ولكن انا في فتره معينه مش عايزكم معايا فيها. وفعلا قعدنا في اوضه على جنب، هو عمل حاجه لمده 5 دقايق، وبعد كده انا دخلنا معاه رش، صورنا في الوقت ده رش على الحيطان الميه اللي كان قاري عليها في حاجه زي كده. بعد كده قال يا جماعه خلاص هنا مفيش حاجه في البيت، احنا هننزل تحت. حصلت المواجهه او حصل اللقاء ما بينه وما بين صاحب البيت اللي هو الراجل اللي هو اتصل بينا اللي هو في قريه البراجيل. قال له انت كان هنا في قطه وانت ضربتها، وبعد كده في حد من اهل البيت عندك كب ميه سخنه على في الحمام، فحصل بعده ان انت اذيت حد من عالم الجن او عالم العفاريت ده. وهو قال بعدها ان الليله دي كلها الحمد لله خلصت وانا خلصتها. كان هو صاحب في الوقت ده الشيخ احمد عمر هاشم، احد علماء الدين الاسلامي وكان بيحبه جدا، ده اللي انا اعرفه. الكواليس دي على فكره كانت كلها على فكره في البرنامج بتاعتنا، في البرنامج بتاعنا مفيش حاجه منها يعني اتغيرت او اي حاجه. يا رب قال الحلقه دي، هي حلقه كانت قديمه قوي قوي، بس انا حتى اللي كنت بصور فيها كنت شايل الكاميرا وكنت بصور فيها كل حاجه عشان كنت عايز اطلع فيها حاجه معينه. لو سالتوني انت مصدق حاجه زي كده ولا لا، اقول لكم والله انا ما اعرف، بس انا ما بنكرش عليكم، انا كنت شغال راجل بروفيشنال، يعني بصور حلقه، الحلقه دي بتتكلم عن الجن والعفاريت، فلازم ادخل المشاهد معايا في الجن والعفاريت. ولكن انا مقتنع بحاجه زي كده او مش مقتنع بحاجه زي كده؟ سالت نفسي السؤال ده، لقيت نفسي ان انا ما بحبش الراجل ده بصراحه، حتى لو كتير قوي بيحبوه هيعترضوا معايا على حاجه زي كده، ولكن ده امر شخصي انا ما بحبوش. دي رقم واحد. رقم اتنين، هل في جن وعفاريت او حاجه زي كده؟ الناس اكدت، انا ما شفتش بعيني. دي رقم اتنين. كشاف ضرب مننا اول ما جينا حطينا الفيشه، واول ما جينا هنتكلم في الموضوع او نبتدي في الموضوع. امر طبيعي ممكن تحصل حاجه زي كده، وبتحصل كتيره في اوردرات انا طلعتها بتحصل حاجه زي كده، وارد الامر. في المجمل الراجل البسيط اللي هو صاحب البيت اقتنع بكلام نائب الجن والعفاريت، بعده ما سمعتش عن حاجه تاني. ولكن بعده بسنتين، بعده بسنتين حصلت حرائق في نفس البيت. هل فيها جن وعفاريت ولا هل ما فيهاش؟ الله اعلم، وهيطلع براءه. السلام عليكم.